عارف ماشي قايمه شغل الغيمه اللي خربت ووقفت المصانع كلها. مصانع النسيج دايما وقفت كلها ما بقاش شغل، خربت خالص وقفت، العمال كلها اضطرت دلوقتي. وانتوا بتطالبوا بايه النهارده؟ احنا بنطالب المصانع تشتغل تاني، ترجع زي ما كانت. ورافعين صوره الرئيس جمال عبد الناصر. دول زعما، دول مش هيتعوضوا ولا في التاريخ تاني. زعما دول اللي حققوا كل حاجه للعامل. يا شكرا. ايوه انتوا جايين النهارده ليه يا حاج؟ جايين ليه النهارده ورافعين صوره الرئيس جمال عبد الناصر؟ جايين رافعين صوره الناس اللي عمر مصر ما هتعوضها. رافعين صورة العالم اللي عيشت الناس في أمان، بعيد عن ظلم الإخوان اللي قتلونا، الإخوان اللي جوعونا. أبو ثلاث ترغيف العرض. انت من شورى خيمه برضو ولا من انت؟ انا من محافظه الاليوبيه، من ناي مركز اليوب. انت شغال في مصنع ولا حاجه مقفول ولا؟ انا شغال حر الروح.